ولد العالم المسلم ابن البيطار سنة 1197 ميلادية في الأندلس، ويعتبر من أهم علماء النباتات وصناع الأدوية الذين ظهروا في القرون الوسطى. كان خبيراً في الصيدلة، وقد أعانته ذاكرته القوية على تصنيف الأدوية واستخلاص العقاقير المتنوعة من النباتات التي عالجت الكثير من المرضى. كتب ابن البيطار موسوعة عن كيفية إعداد وتركيب الدواء والغذاء، وشملت على 1400 عقار نباتي، وذكر أكثر من 300 وصفة لم يذكرها طبيب من قبله، كما ألف العديد من الكتب والمقالات في هذا المجال، واكتشف أحد أوائل الأدوية لعلاج السرطان من أعشاب الهندباء، وقد أثبتت فاعليتها. عرف ابن البيطار بكثرة ترحاله، حيث زار مراكش والجزائر وتونس ومصر كباحث ومحاور للباحثين في علم النباتات. توفي سنة 1248 ميلادية في سوريا، وهو يقوم بأبحاثه وتجاربه على النباتات عندما تسرب إليه السم أثناء اختباره لنبتة كان يحاول صنع الدواء منها.